معايا في هذه اللحظات المدير الفني القدير للنادي الاهلي كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري طبعا برحب بك في البدايه وتحياتي ليك وتحيات كابتن محمد فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن. تحياتي للكباتن، اقول الاسماء تاني عشان بيزعلوا هم. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن فاروق، كابتن عادل، تحياتي ليكم. الحمد لله طبعا كان فوز مهم، وزي ما انا بقول دايما يعني الادوار التمهيديه بتبقى صعبه لان مفيش فرصه تعويض، ولابد يعني عشان تكمل المشوار تتاهل، فكانت مباراه مهمه. وفي نفس الوقت يمكن زي ما انا قلت ووضحت ان اللقاء الاول يمكن كان فوزنا بنتيجه 4-0، طبعا نتيجه مرضيه لكن مش مريحه، زي ما الناس كانت معتقده بتقول ان خلاص النتيجه وحسم. لا، انا زي ما انا قلت ان فرقه مونانا فرقة يعني نتيجة المباراة الأولى لم تعبر عن مستواها الحقيقي، لأن أنا بقول إن عندهم بعض العناصر الجيدة وبالذات في الناحية الهجومية، وعلشان كده طبعا يمكن كان تحضيرنا المباراة وتفكيرنا إن احنا نحقق نتيجة إيجابية هنا. أولا نمرة واحد للتأهل وبداية مشوارنا الأفريقي، نمرة اثنين لاعتبارات كثيرة جدا، طبعا الفوز بيساعدك في حاجات كثيرة جدا جدا لما هو قادم. وفي نفس الوقت يمكن الظروف طبعا برضو صعبة شوية، الرحلة طويلة والجو والرطوبة، شفنا الرطوبة النهاردة عالية جدا 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 طبعا، واحنا لعبتنا يعني جو الرطوبة طبعا بيبقى متعب شوية بالنسبة لها. وعلى شكل كده يمكن جينا يعني مشينا من مصر يوم 13 على اساس يبقى في فتره الرحله طويله ويبقى في الى حد ما تاقلم مع الجو. والحمد لله الفوز النهارده طبعا فوز مهم، وبقول مبروك للعيبه وبدايه مشوارنا الافريقي. تقييمك لاداء اللاعبين بالتحديد النهارده في ظل الظروف الصعبه اللي حضرتك ذكرتها كابتن حسام، والنقطه كمان اللي عايز اركز عليها وهو اصرار حضرتك على الفوز في مباراه العوده، وتوجهاتك كانت واضحه بالنسبه للاعبين وعدم الاستهتار بفريق مونانا رغم النتيجه الجيده في القاهره، اكيد كان ليك حضرتك تعليمات معينه بالنسبه للاعبين دي. واكيد طبعا لازم يبقى تفكيرك ايجابي في التعامل مع المباريات، وفي نفس الوقت دايما بقول ان كره القدم ما فيهاش ثوابت، وفي امثله كتيره قبل كده بتبقى انت محقق فوز وممكن لو ما فكرتش بشكل ايجابي ممكن النتيجه اللي انت عملتها ما تساعدكش، وفي نفس الوقت هناك اعتبارات كثيره جدا ليك انت كاهلي، واهدافك في البطوله والفوز خارج ملعبك ليها اهداف كثيره جدا، وفي نفس الوقت يعني نقل الاحساس للاعيبتك ان هم بيلعبوا للفوز مهم جدا، والثوابت دي لابد تكون موجوده لان المشوار طبعا لسه طويل ولسه هيبدا، يعني احنا لسه ما بدناش المشوار وصعب جدا، فلابد كمان الفكر ده يبقى موجود عند اللعيبه، والفوز والبدايه مهمه، ويمكن عشان كده برضو طريقه لعبنا مختلفه شويه النهارده، لكن طبعا بهني اللعيبه على ادائهم والفوز النهارده. يعني بما ان طريقه اللعب كانت مختلفه يا كابتن حسام، واكيد حضرتك بتحط التكتيك الخاص والمناسب لكل مباراه، احمد فتحي كانت التعليمات بالنسبه له ليه النهارده خصوصا ان احنا لقيناه في نص الملعب فريق اندي؟ لا، احمد فتحي كان بيلعب في نص الملعب، بدايته كانت في نص الملعب، كنت بلعب بثلاثه اللي هم عاشور واحمد فتحي والسوليه، وليهم ادوار طبعا هجوميه وادوار دفاعيه وادوار فيها كفر بالذات للظاهرين اللي على الجنب سواء هاني او علي، لعده اعتبارات ولايجابيات موجوده عند الخصم، فكل التعليمات دي كانت موجوده سواء في تحضيرنا في التمرينات اللي اتعملت او في المحاضرات اللي اتقالت وشرح اهدافنا الهجوميه في المباراه، في نفس الوقت التعامل الدفاعي لتجنب بعض الخطوره اللي موجوده عند طريق مونانا، فكان فكرنا في المباراه النهارده وقدرات فتحي والمرونه اللي موجوده عند اللعيبه سواء عند فتحي او عند السوليه، وفي نفس الوقت امكانيات اللعيبه اللي قدام، فالنهارده الحمد لله اتأدت بشكل كويس الحمد لله. بخلاف مباراه النهارده طبعا بحيي حضرتك عليها، لكن عايز احييك على حاجه ثانيه وهو الفوز ببطوله الدوري، وانجاز كبير جدا، نتائج جيده جدا، اداء اكثر من رائع، واهداف كتير في الموسم ده كانت بالنسبه للنادي الاهلي احرزها لاعبي النادي الاهلي خلال الموسم، وتقييمك للموسم بشكل عام بالنسبه للنادي الاهلي بعد تحقيق بطوله الدوري الموسم الثاني على التوالي وهزيمه واحده في موسمين، ده انجاز كبير يا كابتن؟ والله طبعا بقول الحمد لله، يعني اكيد انجاز يعني بيشارك فيه كتير جدا اداره النادي والجهاز الفني والاداري اللي شغال، اللاعبين اللي موجودين، كل الاجهزه اللي موجوده معانا، وانا بقول يمكن برضه طبعا من المواسم الاستثنائيه، وانا سعيد طبعا كمدير فني بتحقيق هذا الانجاز، وفي نفس الوقت يمكن اعتقد اول مره في تاريخ النادي الاهلي ان هو يفوز ببطوله الدوري قبل ما ينتهي بست مباريات، دي يعني ارقام بالنسبه لنا مهمه، لكن الاهم والايجابي والعملي والمنطقي انك بتفوز بالبطوله، اذا كنت هتحقق ارقام كمان تبقى ايجابيات، فبهني اللعيبه وان شاء الله يعني بقى بنبص للمشوار الافريقي ولسه عندنا مباراه في الدوري العام، لكن كلها هتكون اهداف متواصله ومتصله لاهداف كثيره جدا في دماغي، انا لسه في حاجات كثيره جدا في دماغي، فبعد مباراه الدوري العام
هستخدمها لأهداف خاصة لمرحلة المستقبل في بعض الأشياء، وفي نفس الوقت للتحضير للمشوار الأفريقي. أتمنى من ربنا نكون موفق فيه بإذن الله. حسام، حضرتك من المديرين الفنيين اللي حقق كل البطولات تقريبا مع النادي الأهلي، إزاي بتقدر تجدد الدوافع بالنسبة لك، خصوصا إن أنت طبعا بتتولى مسؤولية فريق كبير بحجم النادي الأهلي وراه جمهور كبير جدا دايما بيبقى منتظر بطولات من حضرتك؟ أكيد طبعا، يعني وجودك في المكان اللي أنت موجود فيه ومسؤوليات المكان ومتطلبات المكان بتبقى مهمة جدا، وعارفين الكلام ده طبعا بالنسبة للنادي الأهلي والكيان الكبير. في نفس الوقت أنا كمدرب يعني حتى في التجارب الخارجية ببقى بصير طبعا تبقى أماكن بتحاول تلعب على بطولة، اتعودت بقت في ثوابت موجودة عندي، فبتبقى مهمة جدا. فبحمد ربنا، وفي نفس الوقت انت بتقول الدوافع دي هي بتبقى احد قدرات المدير الفني في شغله. يعني اما تبقى انت عندك القدره على خلق الدوافع وتنوع وتغيير الدوافع دي لازم تبقى موجوده عندك، اما لو مش موجوده عندك هتبقى صعبه جدا للتعامل مع اللعيبه طبعا، وبالذات لما تكون مع فرق بطولات. يعني بطوله افريقيا هي الحلم السنه دي لجمهور النادي الاهلي. يا كابتن حسام، حابب تقول ايه للجمهور اللي بيسمعك دلوقتي من خلال شاشه القناه؟ انا طبعا جماهير النادي الاهلي عارفه مدى حبي جماهير النادي الاهلي واحترامي وعشق لجماهير النادي الاهلي واقتناع الكامل ان كل مجهود بيتم في النادي الاهلي، وتملي بقول في خلال السنوات الطويله اللي انا عشت وتربيت فيها في النادي الاهلي وعرفت الكلام دوت، ان سعاده الجماهير ده هو الاساس عندنا. وانت موجود في اي حته في النادي الاهلي، وانت موجود كمسؤول او موجود كمدير فني او موجود في اي مكان، الكل بيعمل على اسعاد جماهير النادي الاهلي اللي هي الاساس بالنسبه لنا. اتربينا على كده وتعلمنا على كده، والنادي بتاعنا هي دي سياسته. فان شاء الله باذن الله بتمنى من ربنا ان شاء الله ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي السنه دي، وبتمنى انا من ربنا ان شاء الله احراز البطوله الافريقيه باذن الله. يعني لان انا عارف مدى احساسها، واما اما فزت بيها في 2012 عارف مدى حب وعشق جماهير النادي الاهلي. لو ما كانتش اي بطوله يا كابتن حسام، لا دي كانت بطوله جميله جدا. ان شاء الله باذن الله نكرر بطوله كويسه ان شاء الله، باذن الله نكون موفقين ونحقق بطوله ثانيه ان شاء الله ان شاء الله. تاني معلش هسالك سؤالين اخرين، يعني اختيار كابتن انيس الشعلالي ما كانش من فراغ، وده وضح يا كابتن حسام بدري. الناس كلها في بدايه الموسم اللي فات اتفاجئت ان الكابتن حسام بيتعاقد مع مخطط احمال من احدى الدول العربيه زي تونس، وما كانش حد يعرفه. الراجل بان فعلا قدراته، والراجل بان ان الكابتن حسام البدري ما اختارش من فراغ، بان جدا الفروقات البدنيه ما بين النادي الاهلي في طبعا في بطوله الدوري. انيس احد العناصر اللي موجوده، لكن كل الاختيارات اللي موجوده اختيارات مميزه جدا، كل الموجودين في الجهاز مميزين جدا، وانا ببقى حريص جدا 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 على نوعيه الناس اللي بتشتغل معايا، سواء في الصفات طبعا المهنيه او في الصفات الشخصيه، فكل ده بيتوفر في المجموعه اللي موجوده معايا، مجموعه مميزه الحمد لله، وهي بتساعدنا بشكل كبير وبتساعدنا انا بشكل كبير جدا. والنجاح اللي بيحصل ده طبعا يعني مش حسام البدري اللي بيعمله لوحده، الجهاز وكل اللي موجودين معانا، الاجهزه كلها والعمال اللي موجوده، كل واحد بيتعب. ويمكن لو حد يعني اختارك ان بعد الفوز ببطوله الدوري العام كنت حريص ان انا اجمعهم في وسط الملعب اللي احنا بنشتغل فيه كل يوم، وهنيهم كلهم عامل وفرد فرد وجميع حتى الراجل بتاع الملعب اللي بيشتغل معانا، كل ده كلهم كانوا موجودين، وهنيتهم على مجهودهم وشكرتهم على مجهودهم اللي هم ساعدونا فيه وساعدونا انا بشكل خاص واحنا كلنا بشكل عام ان احنا نعمل انجاز بطوله الدوري العام. تواجد 10، اخر سؤال خلاص عشان عارف ان حضرتك مجهد والرطوبه عاليه، تواجد 10 لاعبين من النادي الاهلي في المنتخبات المختلفه، مصر، تونس، المغرب، نيجيريا، ده اكيد مجهود ناتج مجهود جهاز فني بقيادتك يا كابتن حسام ايضا، بيمثل لك ايه الجزء؟ طبعا ببقى سعيد، وفي نفس الوقت بتمنى ليهم التوفيق، وفي نفس الوقت اكيد اي عنصر جديد بيتضاف، امثله زي اجاييه، زي وليد ازارو، زي ايمن اشرف، كل العناصر دي ما بتضاف طبعا اكيد ببقى سعيد، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في مرحله كاس العالم ان شاء الله. مبروك كابتن حسام التوفيق. شكرا.